عليكم ورحمة الله. بنرجع تاني مع بعض في المراجعات السريعة. أول حاجة بنعملها مع جمع العبارات النسبية. عندنا السؤال الأول 5 على 6 إكس ناقص 18 ناقص إكس ناقص 1 على 4 إكس تربيع ناقص 14 إكس زائد 6. أول خطوة بنعملها يا أولاد بإن إحنا بنحلل سواء بإخراج العامل المشترك زي ما إحنا عارفين أو الثلاثي أو فرق مربعين أو فرق مكعبين مجموع مكعبين، وهذا كله هنشوفه مع بعض في هذه المراجعات. أول حاجة 5 على 6 إكس ناقص 18، واضح طبعا إن ال 18 يقبل الاسم على 6 فبناخدها كعامل مشترك زي ما إحنا شايفين. وبعدين أقسم الحد الأول 6 إكس على 6 يديني إكس ناقص 18 على 6 يديني سالب 3. هناخد من هنا 2 عامل مشترك، 2 عامل مشترك. ليه 2 عامل مشترك؟ لأن ال 6 مش هتقبل اسم على ال 4، وبالتالي اخد الاقل 2 الاثنين عامل مشترك واقسم، يعني يتبقى لي 2 اكس تربيع ناقص 7 اكس زائد 3، وبحلل هذا تاني مره اخرى ثلاثي فيطلع للشكل النهائي 2 اكس ناقص 1 مضروب في اكس ناقص 3، وبعمل عمليه توحيد المقامات اللي احنا كنا سميناها هناخد ال LCM. ال LCM هنا الست تقبل الاسم على الاثنين فناخد الست، وبعدين 2 اكس ناقص 1 مشتركة، لا مش مشتركة، فناخد 2 اكس ناقص 1 نضربها بسط ومقام، وكمان ال 2 اكس ناقص 1 نضربها بسط ومقام، وبعدين نعمل ايه؟ نعمل توزيع زي ما احنا هنشوف بعد كده. طيب هنا ناقص لي الست تقبل الاسم على الاثنين فيها الثلاثة، يبقى اضرب بسط ومقام في ثلاثة زي ما احنا شفنا. يبقى الاول اول حد عندي الست تقبل الاسم على الاثنين، ايوه فيها الثلاثة فضربت ثلاثة ثلاثة. طب الاثنين اكس ناقص واحد مش موجود هنا فضربناه بسط ومقام، اثنين اكس ناقص واحد اثنين اكس ناقص واحد. كده عملنا عملية توحيد المقامات. نبدأ بقى نوزع 5 في 2 اكس ب 10 اكس، 5 في سالب 1 يديني سالب 5، وكده هضرب سالب 3. ليه سالب 3؟ لان الاشاره سالبه، عاوز مره واحده اكتب البسط كله على بعضه. يبقى سالب 3 في اكس بسالب 3 اكس، سالب 3 في سالب 1 يديني موجب 3 على المقام زي ما احنا شايفينه النهائي. طبعا المقامات الاقواس بتاعته ما تتفكش. بعدين نعمل عملية جمع أو طرح الحدود المتشابهة. عندي 10 إكس ناقص 3 إكس يديني 7 إكس، سالب 5 مع موجب 3 يديني سالب 2، وكده يبقى إحنا وصلنا لأبسط صورة. نشوف عملية تبسيط الكسور المركبة. زي ما إحنا شايفين بسط العبارة 1 زائد 1 على إكس على 1 ناقص إكس على واي. إحنا قلنا في الطريقة السريعة هنضرب البسط والمقام في إكس واي يطلع للشكل النهائي. يعني لو ضربت إكس في واي، إكس في إكس في واي في 1 يديني إكس واي، آدي النتيجة إكس واي. وبعدين 1 على إكس في إكس واي، الإكس تروح مع إكس يتبقى واي، يبقى 1 في واي بواي. وكذلك الأمر بالنسبة للمقام، هنضربه في اكس واي، يبقى زي ما ضربت للبسط اضرب للمقام. اهي ادي الطريقه السريعه، 1 زائد 1 على اكس على 1 ناقص اكس على واي، هنضرب بسطا في اكس واي وتحت في اكس واي زي ما احنا شايفين. وبعدين هنعمل عمليه التوزيع، 1 في اكس واي باكس واي، ادي النتيجه النهائيه. واكس واي في 1 على اكس يدينا ايه يا ولاد؟ برافو، الاكس هي اللي هتروح 1 في واي بواي، 1 في اكس واي باكس واي ناقص اكس على واي في اكس واي، الواي تروح مع واي، يتبقى عندي اكس ضرب اكس اكس تربيع. نشوف بعض اسئله تاكد. اوجد ال سي ام اللي احنا قلنا عليه المضاعف المشترك الاصغر. المضاعف المشترك الاصغر بناخد اكبر عدد مضاعف، بناخد اكبر عدد طبعا بعد ما بنحدد.
ال 16 هنحللها 2 اس 4، وانا قلت لك قبل كده ان انا مش عاوزك مره واحده توصل ل 2 اس 4. انت عارف ان ال 16 عباره عن 4 ضرب 4، ال 4 الاولى 2 في 2، ال 4 الثانيه 2 ضرب 2، يبقى انا عندي 4 اتنينات فبكتبها 2 اس 4. طبعا الرموز بتتساب زي ما هي اكس. ال 8، واحد قال لي انا عارف ان ال 8 2 ضرب 4، اوكي. طب ال 4 2 في 2، يبقى ال 8 وصلناها ل 2 اس 3، والرموز هتتساب زي ما هي. ال 5 مفيش غيرها 5، مش مضروبه في حاجه فتنزل 5. طب يا ترى بقى اخد المضاعف من 2 اس 4 ولا 2 اس 3؟ اخد 2 اس 4 واضربها في ال 5. 2 اس 4 ب 16 ضرب 5 يديني 80، طبعا مكتوبه بالعربي، احنا ما بنكتبش بالعربي، بنكتب انجلش. ال 80 وناخد اكبر اسس سواء للاكس او الواي، سواء مشترك او غير مشترك. طبعا واضح ان اكس تكعيب هي الاكبر فبناخدها، الواي تكعيب هي الاكبر فبناخد. طيب بالنسبه للسبعه اي تربيع، 9 اي بي تكعيب، 21 اي بي سي اس 4. طبعا واحد قال لي استعجل هناخد سي اس 4، برافو عليك ممتاز. طب والبي؟ بي اس 3. طب والاي؟ اي تربيع. طب بالنسبه بقى للاعداد، التسعه هنا 3 اس 2، السبعه ما فيش غيرها 7، ال 21 3 ضرب 7. نروح بقى للثلاثات، 3 عندي 3 اس 2 ولا 3؟ اخد ال 3 اس 2 طبعا واخد السبعه، 3 اس 2 ضرب 7 يدينا 63. طبعا واضح ان هي مكتوبه باللغه العربيه، احنا بنكتب انجلش يا شباب. 63 ناخد اكبر اس للاي واكبر اس للبي واكبر اس للسي. نفس الحكايه لو احنا عندنا كثيرات حدود، اولا بناخد 3 عامل مشترك والواي كمان عامل مشترك، يبقى 3 واي عامل مشترك، وابدا اقسم زي ما قلنا في شرح الاسئله اللي فاتت. 3 واي تربيع على 3 واي يديني واي، ناقص 9 واي على 3 واي يديني 3، يبقى القوس الاول 3 واي مضروب في واي ناقص 3. عندي هنا ثلاثي بدون اخذ عامل مشترك، واي وواي، الاشاره الاخيره موجب بكتب اشارات مثل الاوسط. ال 15 3 في 5 ولو جمعتهم هيدوني الثمن. يبقى كده واضح الاقواس. ابدا اخد بقى المشترك او غير مشترك. ناخد 3 واي اول حاجه، يا استاذ دي مش موجوده، احنا قلنا هناخد المشترك وغير المشترك. واي ناقص 3، واي ناقص 3، الواي ناقص 5، يبقى كده خلصنا العباره للمضاعف المشترك الاصغر، واحنا بنقول عليه ال سي اف. ال سي اف اختصار ليست كومن مولتيبل. شوف فكرة السؤال، بسط كل عبارة مما يأتي، 12 واي على 5 اكس زائد 5 اكس على 4 واي أس 3، هنعمل عملية توحيد مقامات. طب أنا أعرف منين أوحد المقامات ولا أحلل وبسط على طول يا أستاذ؟ طيب لو في إشارات بين الكسور سواء زائد أو ناقص لازم أعمل عملية توحيد المقامات، انما لو ضرب او قسم، طب القسمه هتتحول الى ضرب، يبقى مسائل الضرب كلها على طول بنبسط ونحذف المتشابهين، بس حذف المتشابهين لازم يكون واحد بسط وواحد مقام. تعالوا نشوف فكره السؤال، هنا عندي 5 هنا 4، الخمسه مش هتقبل الاسم على 4، فاقوم اعمل ايه؟ اضرب هنا 5 5 برافو، واضرب هنا 4 4. طيب وبعدين لما الرموز الواي اس 3 اضربها هنا برافو، واي تكعيب واي تكعيب، واضرب هنا اكس اكس، الناتج النهائي هيكون بهذا الشكل، 48 واي اس 4 زائد 25 اكس تربيع على حاصل الضرب 4 في 5 ب 20 اكس واي تكعيب. واتمنى لكم دوام النجاح والتفوق.